أنا بدأت في برامج الأطفال في الإذاعة وأنا في مدينة صنعاء القديمة، ثم بعدها انطلقت إلى الحياة الإعلامية بمجملها. أنا في صف سادس ابتدائي، عملوا مسابقة في الجيل الصاعد لأحسن من يقرأ قصيدة شعر، فكنت أنا. بعدها عرض علي الأستاذ عبد الرحمن أنه وأنا في المدرسة يوم الخميس هو نص يوم، بعد ما أخلص في المدرسة وهي مدرسة بنات، مدرسة بلقيس، آتي للإذاعة وأسجل معه في برنامج الأطفال وحيعديني 5 ريال في الأسبوع. والأستاذ عبد الرحمن مطهر جدا ودود، وعندما تعمل معه تحس كأنه والدك فعلا، مش بس بابا عبد الرحمن مطهر في البرامج. كانت هكذا البداية. هذا طبعا البيت اللي أنا ولدت فيه، والباب لا يزال كما كان الباب الأصلي. في كل دور كان فيه كم صغيرة ومخزان من هذا النوع. هذا المخازن كانت جدتي تخبي فيها الحلويات وتعطينا احنا الأطفال، وكان طبعا حلمنا دائما أنه نعمل شيء من الأشياء التي تجعلها تكون سعيدة بنا لكي تعطينا حلويات من هذا الخزانة.